فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين ما ورد من النهي عن التحريق بالنار وبين ما ورد من تحريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه للوطي بالنار؟ نعم، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لو قتلهم بدون النار كان أحسن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.